السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور الإمام زكريا عمر، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة المنصورة. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله هناخد مع بعض كورس الليزر أند إتيز أبليكيشن، كورس الليزر وتطبيقاته، وده من الكورسات المهمة جدا اللي لها تطبيقات عملية كتيرة. الكورس بتاعنا مكون من 4 شباتر. الشابتر الأول بيكون بيجمع الفاندامنتال الأساسيات والمبادئ كلها الخاصة بالليزر، وشابتر 2 بيتعامل مع الكاركترستيك بتاع الليزر، خصائص الليزر، وشابتر 3 بيتعامل مع اللي هو التايب اوف ليزر، أنواع الليزر، وشابتر 4 بيتعامل مع الأبليكيشن بتاع الليزر في المجالات المختلفة. إن شاء الله احنا نبدأ في شابتر 1 النهاردة من أول المحاضرة ديت، وده شطر مهم جدا لان هو فيه الاساسيات وفيه الفاندامنتال كلها اللي انا هستخدمها فيما بعد الفهم بقيه ايه خصائص الليزر والاجزاء القادمه. طيب، في البدايه لو حبينا نعرف يعني ايه كلمه ليزر ذات نفسها، كلمه ليزر ذات نفسها دي اختصار لاكسبريشن كبير. الاكسبريشن بيقول ان ليزر ده اختصار، ال اختصار لكلمه لايت، الايه اختصار لكلمه امبليفيكيشن يعني تكبير او تضخيم، والاس اختصار لكلمة stimulated يعني حاجة مجبرة أو مستحثة، والA اختصار لـ emission، والR اختصار لكلمة إيه؟ radiation. يعني ليزر هي عبارة عن اختصار لـ light amplification by stimulated emission of radiation، يعني تكبير وتضخيم الضوء عن طريق عملية اسمها stimulated emission اللي هو عملية الانبعاث المستحث، وده هناخد تفاصيلها دلوقتي حالا. يبقى في البداية ان الضوء ده هو الليزر ده هي اختصار لكلمه لايت امبليفيكيشن، تكبير او تضخيم للضوء باستخدام الاستيميوليتد ايميشن اوف راديشن. او هو الليزر كمان ممكن نعرفه اللي هو عباره عن ديفايس، جهاز بيرديوس اكوهيرنت بيم، بيطلع بيم خصائصه اللي هو متزامن او مترابط اوف اوبتيكال راديشن، برضه باستخدام عمليه الاستيميوليتد ايه ايميشن، سواء كانت على مستوى الاتوم او الالكترون او ايه الموليكيولز ايه الموجودة عندي. يبقى هنا في البداية عرفنا الليزر دي اختصار لإيه، وإنه قايم على عملية أساسية اسمها الاستيميوليتد إيه إميشن، وهو بيطلع كيهيرنت بيم، ده من أهم الخصائص بتاعه عن طريق عملية إيه الاستيميوليتد إميشن اللي بيحصل إيه موجود عندي. طيب، هنشوف بقى البيزك كونسبت أوف ليزر. إيه أهم 3 عمليات بنقدر نوصف بيهم الليزر ونقدر نفهم إيه اللي بيحصل جواه؟ اول عمليه موجوده عندي هي عمليه الاوبزرفيشن اللي هي عمليه الامتصاص، عمليه الامتصاص، وعمليتين تانيين اسمهم اميشن انبعاث، ولكن واحده فيهم سبونتينوس اميشن يعني انبعاث تلقائي، انبعاث ايه تلقائي، واحده استيميوليتد اميشن اللي احنا لسه قايلينها في التعريف اللي هو انبعاث مستحث او مجبر. يبقى في عندي عمليه الامتصاص الاوبزرفيشن، وعندي السبونتينوس اميشن الانبعاث التلقائي، وعندي الاستيميوليتد اميشن اللي هو الانبعاث المستحث. طب تعال نشوف ايه الفرق بينهم هما الثلاثه. اولا بالنسبه لعمليه الاوبزرفيشن دي بيقول فيها ايه، هي عمليه بيكون الاتوم فيها ان لور انرجي ستيت، تمام، بيكون الاتوم فيها موجوده في مستوى الطاقه المنخفض اللي احنا هنرمز له بالرمز ايه E1، بيحصل لها از اكسايتد، بيحصل لها اثاره لمستوى الطاقه الاعلى اللي هو الهاير انرجي ستيت اللي احنا هنرمز له بالرمز ايه A2، باستخدام فوتون او الكترومغنتيك راديشن اللي هو الفوتون، ولازم يكون عندي الفوتون اللي ساقط ده اللي يعمل عمليه الاكسايتيشن الاثاره، لازم الطاقه بتاعته تمام اللي هي اتش في نيوم تكون مساويه للفرق بين مستويين الطاقه اللي هو مستوى الطاقه A2 اللي هو الهاير انرجي ستيت، ومستوى الطاقه E1 اللي هو اللور ستيت. يبقى هنا العمليه ديت ببساطه ان بيكون عندي اتوم، وهنشوفها في رسم توضيحي دلوقتي، في مستوى الطاقه الاقل اللي احنا بنقول هنسميه E1، عايزين نعمل لها اكسايتيشن لمستوى الطاقه ايه التاني، وقلنا الشرط اللي موجود عندي ان الاتش في نيو بيساوي A2 ناقص ايه A1. طيب تعال نشوف اهوت، بيكون عندي هنا المستوى الطاقه الاقل اللي هو اللور انرجي ستيت اللي هو A1، وهنا عندي الهاير انرجي ايه ستيت، بيسقط فوتون هنا، وقلت الفوتون ده بيكون ليه طاقه ان هي عباره اتش في نيو بيساوي A2 ناقص ايه A1. اول ما بيحصل ده الالكترون او الاتوم الموجوده هنا بتمتص الطاقه بتاع الفوتون، ويحصل لها زي ما انتم شايفين في الاخر بيحصل لها اللي هي بتنتقل للهاير انرجي ستيت، بيحصل لها اكسايتيشن لمستوى الطاقه الاعلى. دي العمليه اللي احنا بنسميها عمليه الاوبزرفيشن، عمليه الامتصاص.
يبقى حاجة في مستوى الطاقة الأقل بنسقط عليها فوتون بيطلع مستوى الطاقة إيه؟ الأعلى. تعال نشوف العملية التانية اللي هي اسمها السبونتينوس إيميشن. السبونتينوس إيميشن هنا بقى بيكون عندي أتوم في مستوى الطاقة الأعلى اللي هو الهاير إنرجي ستيت اللي هو A2، بيحصل لها ديكي، تمام؟ اضمحلال، أو اللي هي بتنزل للور إنرجي ستيت A1 وبتطلع وهي نتيجة نزولها من مستوى الطاقة A2 اللي هو مستوى الطاقة الأعلى لمستوى الطاقة الأقل، بتنزل عندي فوت بتطلع بتخرج عندي فوتون طاقته اتش في ايه؟ اتش في نيوم. يبقى هنا في الحاله الاولانيه اهوت اللي بيحصل ان بيكون عندي زي ما احنا بنقول في الكلام اهوت، عندي اتوم او الكترون في الهاير انرجي ايه؟ ستيت، تمام؟ بعد فتره معينه بيحصل لها ديكي، يعني ديكي بتنزل لمستوى الطاقه الايه؟ الاقل اللي هو زي ما انتم شايفين، تمام؟ طب لما بتنزل لمستوى الطاقه الاقل بتطلع فوتون واحد، خلي بالكم هنا بتطلع هنا فوتون ايه؟ واحد، وطاقه الفوتون هنا اتش في نيو بيساوي ايه 2 ناقص ايه 1، يعني الفوتون اللي خارج ده هو طاقته برضك مساويه لفرق الطاقه بين مستويين الطاقه الاعلى ومستوى الطاقه ايه الاقل. طيب هنروح للعمليه الثالثه والاخيره، وهي العمليه المهمه اللي بيتم فيها الليزر، اللي هي عمليه الاستيميوليتد ايميشن الموجوده عندي. طيب بيقول فيها ايه؟ وركز في الكلام، هي شبيهة جدا بالسبونتينوس ايميشن اللي فاتت، ولكن فيها شرط، فيها اختلاف بسيط بس. بيقول according to Einstein under certain condition it is possible to force an excited atom، ممكن اخلي اتوم في اكزايتد اتوم، يعني اتوم اكبرها موجودة في مستوى الطاقة الأعلى، ممكن اعملها فورس اكبرها، تمام؟ اللي انا ابعت لها فوتون، تمام؟ اللي هي تطلع فوتون، اللي انا اصدمها بايه؟ في فوتون اخر. بمعنى ايه؟ لنقول مثال بعيد شويه بس عشان نفهم. دلوقتي ممكن يكون في عندي نخله، والنخله ديت عليها فوتون، يعني بدل البلح اللي على النخل ده في عندي ايه؟ فوتون. طب انا ممكن اعمل ايه؟ اللي انا ممكن اجيب فوتون اخر وامرح حذفه على الفوتون الموجود في النخله، تمام؟ طب وفي الحاله ده هيت يقول لك تمام بيخرج عندي 2 فوتون، يحصل ان الفوتون اللي فوق ده هو اللي كان في النخله ينزل ويخرج مع الـ2 فوتون اللي انا حذفت بيه واللي كان موجود على النخله، الاثنين ايه؟ يخرجوا. طيب ولكن قال لك في شرط، لازم الفوتون اللي انا اسقطته ده لازم يكون ليه نفس التردد بتاع الفوتون اللي هيخرج، وكمان ليه نفس البولاريزيشن الاستقطاب، وليه نفس الانرجي، وليه نفس التردد، وليه نفس كل حاجه ايه موجوده. فعشان كده بيقول هنا ايه؟ It is possible تاني اهوت to force an excited atom to emit photon، اللي انا اتوم موجوده فوق اخليها تطلع فوتون. ازاي؟ قال لك باي انذر ايه؟ فوتون، تمام؟ وبحيث ان انا لازم ماست بي الفوتون اللي ابعته لازم يكون ذا سيم فيز، ليه نفس الفيز ونفس الانرجي ونفس الطاقه. طب عشان نشوف الموضوع ده تعالوا نشوفه في الرسم احسن. انا عندي اهوت اتوم موجود فوق اهوت، هعمل ايه؟ هقوم راح باعت له هنا فوتون، خلاص؟ الفوتون ده قلنا ليه مواصفات معينه، ايه اللي هيحصل؟ نتيجه اللي انا بعت له فوتون هنا هيقوم راح نازل لمستوى هنا اكبرته اللي هو ينزل، يعني هناك كان نزل في السبونتينوس ايميشن كان نزل لوحده، هنا لا، هنا في حاجه استحسته اللي هو ينزل اللي هو الفوتون الموجود هنا، لما اصطدم هنا بالاتوم حصل لها ديكي وخرج عندي هنا كام فوتون؟ 2. يبقى السبونتينوس ايميشن طلعت كام؟ 1، والاستيميوليتد ايميشن طلعت كام؟ 2. يعني هنا لما يطلع عندي 2 الكثافه او الدينستي راديشن الكثافه بتاع الاشعه تزيد. عشان كده بنقول لما جينا في اول سلايد وعرفنا الليزر قلنا هو امبليفيكيشن، تضخيم بواسطه الاستيميوليتد ايه ايميشن، دي العمليه بتاع الاستيميوليتد ايه ايميشن. يبقى الاستيميوليتد ايميشن عشان عمليه مهمه هعيدها تاني، بيكون عندي اتوم موجوده في مستوى الطاقه الاعلى، هنا في الحاله دهيت الاتوم ديت بسقط او بعمل انسيدنس اللي بسقط عليها فوتون طاقته اتش في نيو، ايه اللي بيحصل؟ بتنزل زي ما انتم شايفين كده لمستوى الطاقه الاقل وبتطلع ايه؟ بيحصل ريلايزنج او اميتنج الاثنين ايه؟ فوتون. وتقولنا الشروط بتاع الفوتون لازم يكون لها نفس ايه؟ البولاريزيشن والفيز والطاقه والحاجات الموجوده ايه عندي. يبقى دمت الثلاث عمليات الاساسيه اللي بتتم عندي، تمام؟ اللي هو زي ما اتفقنا اللي هي بتشتمل على اللي هو الاوبزرفيشن والاستيميتد ايميشن والسبونتينوس ايه؟ ايميشن. هنروح بعد كده هظهر بقى حاجه مهمه جدا في الليزر، جه اينشتاين وعمل حاجه اسمها اينشتاين كوفيشن
اند اينشتاين ريليشن، عمل مجموعه من العلاقات هتساعدني جدا في توصيف العمليات اللي بتحصل في الليزر، اللي هم الثلاث عمليات اللي احنا كنا بنتكلم ايه عليهم. هنشوف في الرسمه اللي موجوده قدامنا دلوقتي عندي مستويين من مستويات الطاقه. المستوى الاولاني E1 اللي هو المستوى اللور انرجي ستيت اللي هو الارضي، وهنا الهاير انرجي ستيت اللي هو مستوى الطاقه ايه الاعلى. قال لك في هنا مستوى الطاقه الارض ده بيحتوي عدد من الاتومز N1، ومستوى الطاقه الاعلى بيحتوي عدد من الاتومز N2. ودومت الثلاث عمليات اللي احنا اتفقنا ايه اتفقنا عليهم. قلنا ايه بقى؟ ان الاوبزرفيشن زي ما اتفقنا بيكون حاجه في مستوى الطاقه الاقل، تمام، بتطلع لمستوى الطاقه ايه الاعلى. وافترض ان المعامل بتاع الاوبزرفيشن اللي موجود عندي هنا هي B1 2. خلي بالك هو قال 1 2 هنا ليه؟ لانها شوف اتجاه السهم جاي من 1 رايح لكام؟ ل2. خلاص يبقى B1 2 ده بيكون معامل او المكافئ بتاع الايه بتاع الاوبزرفيشن اللي موجود عندي. طب بعد كده قال ايه العمليه بتاع السبونتينوس ايميشن؟ السبونتينوس ايميشن زي ما انتم عارفين هو بينزل لوحده، هو اسمه سبونتينوس يعني تلقائي. ولكن هو بيجي منين بقى؟ بيجي هنا من 2 لـ1، بيجي من 2 لـ1، عشان كده سميتها A2 1. والعمليه الاخيره اللي استيميوليتد ايميشن اللي بتطلع 2 فوتون برضك بيجي من 2 لـ1، عشان كده سميتها B2 1. تمام، يبقى دي الرسمه اهيت الاساسيه. قلنا البي 1 2 او 2 والاي 2 1 وبي 2 1 ده بنسميه البروبيلتي كونستانت للاوبزرفيشن والسبونتينوس والاستيميتد ايميشن، ولكن وايضا بنسميها اللي هي برضك اينشتاين كوفيشنت، او بنسميها اينشتاين ايه كوفيشنت، ودي بتساعدني لفهم طريقه او طريقه الانتقالات داخل ايه الانتقالات بين مستويات الطاقه داخل الليزر. طيب هدفي هنا بقى اللي انا عايز اجيب معادلات تربط ريليشن، شوفوا بقى عايز اجيب علاقات تربط بين الثلاث عمليات دول، علاقات توصف الثلاث ايه عمليات. فابدا اعمل ديريفيشن للموضوع ده، هعمله ازاي؟ تعال نشوف، نجيب ثلاث معادلات، معادله توصف هنا الظاهره ديت، ومعادله برضك توصف السبونتينوس، وواحده توصف الاستيميوليتد، ونقدر نطلع منهم معادلات. في الاخر هدفي ان انا اطلع اينشتاين ايه ريليشن، علاقات العلاقات اللي استنتجها ايه اينشتاين. ادي الرسمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. قال لك اول حاجه السبونتينوس ايميشن، هقول له شوف بقى المعادله بتتقرا ازاي. بيقول دي 2 ان 2 على دي اي تي، عايز اشوف احسب معدل تغير عدد ذرات ان 2 اللي عدد الذرات في مستوى الطاقه اي 2 بالنسبه لايه للزمن. هقول له اول حاجه بحط الثابت بتاعها اهو، ديت عمليه السبونتينوس ايميشن، الثابت بتاعها كان عباره عن ايه اللي هو اي 2 1 اي 2 اي 1. طيب وبعد كده هو جاي منين؟ السهم بادئ منين؟ في ان 2، تمام؟ يبقى معدل التغير بتاع اللي هو الدي ان 2 على الدي تي بقول فيها بيساوي اي 2 1 اللي هو الثابت بتاع السبونتينوس ايميشن في الان 2 اللي هو عدد الذرات اللي ايه؟ بدا يتغير فيه، تمام؟ ده التغير اهوت، لان بتكلم انا على التغير في ان ايه؟ 2، خلاص؟ حاجه كانت موجوده فوق هنا بدات تنزل ايه؟ تحت، يبقى التغير حصل في ايه؟ في ان 2. طب حاجة تانية، تعال نروح نشوف للأوبزرفيشن بقى أو الاستيميوليتد أوبزرفيشن. قال لك والله بيتم إزاي؟ هقول له برضك معدل تغير الذرات من مستوى الطاقة إن 2 بالنسبة للزمن، أول حاجة حطيت إيه؟ الثابت، تمام؟ اللي هو بي 1 إيه؟ 2، يبقى اللي هو الثابت بتاع إيه؟ بي 1 2. والسهم جاي منين؟ جاي من إن 1، يبقى التغير هيحصل في إيه؟ إن 1، يبقى إن 1 هيحصل له إيه؟ هيقوم راح ايه مجموعه من الاتومز هتطلع من ايه واحد هتطلع لايه لـ2. وحطيت هنا حاجه اسمها اليو اوف نيو اللي هي بنسميها الدينستي اوف راديشن اللي هي كثافه الاشعاع، كثافه ايه الاشعاع، وهنتكلم ليه حطيتها هنا وليه ما حطيتهاش هنا. تعال نروح بردك للمعادله الاخيره اللي هي الاستيميوليتد ايميشن. في الاستيميوليتد ايميشن بردك بحسب عدد التغير في عدد الذرات دي ان 2 بالنسبه للزمن. هقول له اول حاجه حطيت الثابت اللي هو بي 2 1، وهي جايه منين؟ جايه من ان 2 حطيتها، وحطيت السابق اللي هو برضك الداله اليو اوف نيو اللي هي الدينستي اوف ايه راديشن. ليه في المعادله ديت وديت تمام حطيت الدينستي اوف راديشن وما حطيتهاش في المعادله ديت؟ هقول له هنا بقى خلي بالك ان هنا في السبنتونوس ايميشن مفيش حاجه اجبرت الاتوم تنزل من فوق لتحت، نزلت سبونتينوس تلقائيه. اما في الاوبزرفيشن عشان يطلع من فوق من تحت لفوق اسقطت عليه فوتون ولا لا؟
فلازم حاجه توضح لعمليه الاسقاط الفوتون ده اللي هو الدنسيتي بتاع الراديشن. وايضا في الاستيميوليتد ايميشن، هل هو نزل لوحده؟ لا، ده انا اسقطت عليه فوتون عشان ايضا ينزل، فحطيت هنا الكثافه بتاعت ايه اللي هو الفوتونات اللي هو الدنسيتي اوف ايه اوف راديشن. يبقى هنا في هنا الحاجات اللي حصلت باسقاط فوتون سواء اوبزرفيشن او ايميشن لازم اضيف لها الترم اوف يو اوف نيو. اما اللي هو سبونتونوس مش هتضاف له الترم اوف ايه اللي هو اليو اوف نيو. يبقى دومت الثلاث معادلات ايه الرئيسيه. طيب بيقول بقى في حاله الاتزان، خلي بالكم بقى في حاله الاتزان عشان نكمل بقى هنبدا الديرفيجن بتاعنا، اللي هو الاتجاه الحاجتين اللي هما نازلين لتحت بيساوي الحاجه اللي هو نازل طالع لفوق. يعني العمليتين في الاتزان الاستيميوليت الريت بتاع الاستيميوليتد ايميشن، معدل الاستيميوليتد ايميشن والسبونتونوس ايميشن اللي هما الاثنين جايين من A2 رايحين لاي واحد، هيساوي اللي جاي معدل الاوبزرفيشن اللي جاي من اي واحد لاي اتنين. يعني المعادلتين اللي هما الاستيميوليتد ايميشن والسبونتونوس ايميشن تمام هيساوي مجموعهم هيساوي ايه العمليه ايه الثالثه اللي هو جاي من فوق لتحت. يبقى الاتجاهات الاسفل ده زائد ده تمام هيساوي ايه، هيساوي ده، وده اللي هعمله في السلايد ايه الجايه. خلاص يبقى ببساطه ده اللي هو استيميوليتد ايميشن زائد السبونتونوس ايميشن هيساوي معدل بردك بتاع ايه الاوبزرفيشن. الاثنين اللي هو اتجاههم لتحت زي ما بنقول كده، ايام ما كنا بنقول كده تشبيه يقول لك القوه اللي فوق بتساوي القوه ايه، مجموع القوه اللي فوق بيساوي مجموع القوه ايه اللي تحت. هي حاجه شبيهه ايه بالشكل ده اهوت، هتشوفها في المعادله الجايه اهو. قلت عند السيرما الكوبري عند الالتزام الحراري سويت المعدلات اللي كانت لتحت بالمعدلات اللي بتساوي ايه فوق. ودي المعادله بقى بعد كده، دي المعادله الرئيسيه، وبعد كده هيحصل حبه ايه ماثيماتيكال اوبريشن عليها. كل اللي اعمله ازاي هقول له ديت فيها يو اوف نيو وديت فيها يو اوف نيو، ممكن اودي دي الناحيه الثانيه واخد اليو اوف نيو عامل مشترك. يبقى هشوفه امشيها خطوه خطوه معايا اهوت. كل اللي عملته اللي انا وديت دي الناحيه ايه الثانيه ماشي، او وديت دي الناحيه الثانيه مفيش مشكله. قلت يعني اكنها بيت اي 2 ان 1 بتساوي بي 1 2 ان 1 في نيو، وخدت ده وديته الناحيه ايه الثانيه، وخدت اليو اوف نيو عامل ايه مشترك تمام. هيتفضل لما اخد الاي اوف نيو من هنا عامل مشترك، هيتفضل عندي بي 1 2 وهنا ايه ان 1، وديت طبعا قلنا راحت هناك بايه باشاره ايه سالبه. لما اخد منها اليو اوف نيو برده عامل مشترك، هيتفضل بي 2 1 في ايه ان 2، وطبعا دي ما فيهاش اي ايه تغيير خالص. خلاص يبقى عرفنا المعادله بتاع الالتزام دي جت منين، اللي هو القوه اللي فوق معدل اللي فوق بيساوي معدل مجموع المعدل اللي فوق بيساوي معدل ايه اللي تحت، وخدت اليو اوف نيو عامل ايه مشترك تمام. يبقى الخطوه دي خدت اليو اوف نيو عامل ايه مشترك. طيب من هنا اليو اوف نيو اللي هي ديت هتساوي البعيد على القريب اهوت، اللي هي اي 2 1 على في ان 2 على بي 1 2 ان 1 ناقص بي 2 1 في ايه في ان 2. فيها مشكله كده؟ ما فيهاش اي مشكله خالص اهوت، جبت اليو اوف نيو في طرف لوحدها بس. طب بعد كده قال لك هنا معلش هقسم على ان 2، هقسم ايه المعادله دهيت على ان 2. لما اقسم اي 2 1 على ان 2 ال ان 2 هتروح مع ال ان 2 ويفضل ايه 2 1 بس. طب تعالى هنا اقسم بي 1 2 على ان بي 1 2 في ان 1، اقسمها على ان 2 هيطلع لي بي 1 2 في ان 1 على ان ايه 2. ايضا لما اجي اقسم هنا بي 2 1 على ان 2 بي 2 1 ان 2 على ان 2 ال ان 2 هتروح مع ال ان 2 ويفضل لي بي ايه 2 1. يبقى المعادله دي جت من ديت ازاي؟ ما انت لازم تشتغل بايدك بالورقه والقلم. كل اللي عملته اللي انا قسمت ايه فوق وتحت على ايه ان 2. خلاص كده يبقى مفيش اي مشكله. طب بعد كده بعد ما قسمت قال لك خلاص سيبك من اللي فوق دلوقتي، خد من الترم اللي تحت ده هو بي 2 1 عامل مشترك، خد من تحت ده بي 2 1 عمل ايه عامل مشترك. طيب بي 2 1 ديت بتقول ايه؟ لما اخد من هنا بي 2 1 عامل مشترك، هل في هنا بي 2 1؟ لا، في الترم الاولاني لا. يبقى هقسم عليه اقول له بي 1 1 2 على بي 2 في ان 1 على ان ايه 2، وخدت لو خدت من هنا بي 2 1 مش عامل مشترك هيتفضل هنا ايه الواحد. يبقى هنا كده طبعا لو ما تمشي بالورقه القلم تمام احسن ما بتسمع مني كمان، يعني انا بقول لك الخطوه جت منين وانت نفذها كلها من السيماتيكال اوبريشن موجوده عندك. يبقى الخطوه دي جت منين؟ اللي انا خدت الاولانيه ديت اللي انا قلت معدل مجموع القوى المعدلات التغير في فوق بتساوي اللي ايه للي تحت. طيب واللي تحت هنا عملت فيها ايه؟ خدت اليو اوف نيو عامل ايه مشترك تمام، وبعد كده جبتها في طرف لوحدها، وبعد كده قسمت في المعادله دي على ان 2، وهنا خدت البي 2 1 عامل مشترك من ايه
من الترم، الترم ده خدت منه بي 2 عامل مشترك، تمام، وطلع لي المعادله بالشكل ده. طب تعالى احط المعادله دي قدامي تاني اهي، دي المعادله اللي خرجت لي بعد ما خدت البي 2 واحد عامل ايه مشترك. طيب عندي بقى عالم اسمه ماكسويل وبولتزمان حطوا قانون. القانون ده زي ما انتم شايفينه بيوصف العلاقه بين طاقه المستوى، طاقه المستوى وعدد الذرات الموجوده في المستوى. قال ايه؟ ان واحد ده بيتمثل عدد الذرات الاتومز اللي موجوده في المستوى الطاقه اي واحد، والان اتنين هو عدد الذرات الموجوده في مستوى الطاقه ايه ان اتنين، خلاص، والكي ده هو ثابت بولتزمان، والتي هي التمبريتشر، خلاص. وطبعا ان الاتنين ايه اتنين على ايه واحد اللي هي طاقه عاديه ممكن نخليها اتش في نيو على ايه على كي تي. هو قال لك العلاقه ده هي بتوصف ايه، المعادله دي بتوصف العلاقه بين التغير في عدد الذرات وطاقه ايه المستوى الموجوده ايه الموجوده عندي، خلاص. يبقى ده المعادله هي من معروفه وهناخد عليها مسائل، يعني المعادله دي هناخد عليها مسائل ايه قدام في المحاضره الجايه ان شاء الله، هناخد عليها مسائل كتير، تمام. يعني هي المعادله دي بتقول ان واحد على ان اتنين بيساوي اكسبوننشال اتش في نيو في كي تي، او هي هي برضك لو قلت ان اتنين على ان واحد بيساوي اكسبوننشال سالب اتش في نيو على ايه على كي تي. يبقى لو في لو ان واحد على ان اتنين هتبقى الاشاره هنا موجبه، لو عكستها ان اتنين على ان واحد هتبقى هنا الاشاره ايه سالب. المهم انت عايز المعادله ديت ايه؟ قال لك خد قيمه ال ان 1 على ان 2 اللي هي بتساوي اكسبوننشال اتش في نيو في كي تي وعوض بيها في المعادله اللي فوق دهي، وعوض بيها في المعادله ايه اللي فوق دهي. حاضر، خدتها اهوت وعوضت بيها كل اللي عملته. الفرق بين المعادله ديت اللي فوق والمعادله الاخيره اللي انا شلت ال ان 1 على ان 2 وحطيت مكان اكسبوننشال اتش في نيو في كي تي وسبتها زي ما هي ما فيش اي حاجه، وسمي المعادله دي رقم 1، وسمي المعادله ديت ايه رقم 1. يبقى المعادله ديت اللي هي اليو اوف في اللي هو الدنس اوف راديشن اهو اول معادله ليها رقم 1. طب بعد كده قال ايه بقى؟ جه عالم بلانك قال لك انا برضك عامل معادله لنفس البارامتر اليو اوف نيو. انت بلانك عامل برضك بارامتر لليو اوف نيو؟ اه. قال انا كنت عامل له ديريفيشن اخر وطلعت ان قيمته بيساوي 8 باي في اتش، اتش ده ثابت بلانك ونيو هي التردد والسي هي سرعه الضوء. يبقى دلوقتي عندي قيمتين، قيمه انا مطلعها من المعدات بتاع الريليشن، تمام، اللي هي معادله واحد اللي انا وصلت لها هنشوفها هي المعادله رقم ايه واحد اللي انتم شايفينها دهيت اللي انا وصلت لها، وده واحد بلانك قال لك انا برضك يو اوف نيو ده انا مطلع لها معادله. فقال لك الاثنين معادلتين هم اربط بينهم، هعمل ايه؟ هقارن بين الاثنين، هقارن بين المعادله رقم واحد وايه واثنين زي ما انتم شايفين كده، هعمل مقارنه بين واحد وايه واثنين. لما تقارن ده يو اوف نيو ده يو اوف نيو، هنا هيطلع ان لما بالمقارنه كده ايه 2 1 هيساوي اللي هو 8 باي في اتش في نيو تكعيب على سي في نيو تكعيب على سي تكعيب في برضك بتساوي البي 2 ايه البي 2 1. وايضا هيطلع عندك برضو ان البي 1 2 بيساوي بي ايه 2 1. يبقى كده انا حققت الهدف بتاعي اللي انا جبت الاينشتاين ريليشن، عرفت الاي 2 1 علاقتها بايه بالبي 2 1، وعرفت ايضا البي 1 2 علاقتها بي ايه 2 1. عشان كده لما كنت بقول ان انا عايز اعمل اينشتاين ريليشن او اعمل ديريفيجن للاينشتاين ريليشن، يبقى هو ده فعلا الاينشتاين، والمعادلات دي هنستخدمها ايه قدام فيما بعد قدام شويه. طيب يبقى في الحاله ديت زي ما اتفقنا، يبقى في الحاله ديت ببساطه جبت الثلاث معادلات، وفي حاله الاتزان الحراري سويت اللي فوق بتحت وخدت عملت بعد الماثيماتيكال وطلعت المعادله دهيت وقارنتها بالمعادله بتاع بلانك وطلعت ايه البارامتر بتاعتي، ويبقى كده الجزئيه ديت ايه ما فيهاش اي مشاكل خالص والجزئيه ديت ايه انتهى. طيب نفس الثلاث معادلات اهم عايز احسب منهم حاجه ثانيه، عايز بقى هنا في الحاله دهيت عايز احسب النسبه بين الاستيميوليتد سبونتينوس ايميشن للاستيميوليتد ايميشن، النسبه بين الاستيميوليتد ايميشن والاستيميوليتد ايه ايميشن. طب ده هحسبها ازاي؟ انا والله عندي معادله للسبونتينوس ايميشن اهي ومعادله للاستيميوليتد ايه ايميشن عادي، فسهله ان انا ايه احسبها. طب تعالى هنعملها ازاي اهوت عشان ما تتفاجئش بالقيم في المعادله الجايه. انا كل اللي اعمله لو هحسب السبونتينوس على الاستيميوليتد او العكس الاستيميوليتد على السبونتينوس مش هتفرق معايا في حاجه، عندي السبونتينوس بيساوي اي 2 ان 1 والاستيميوليتد بيساوي سالب بي 2 1 في ان 2 يو اوف ايه اوف نيو.
كل اللي بيحسبه هنا عايز يحسب الاستيميوليتد على ايه؟ على السبونتونوس. هقول له هنا الاستيميوليتد اهوت البي 2 1 ان 2 في يو اوف في، والثانيه السبونتونوس اي 2 1 في ان 2، تمام؟ كل اللي هيحصل ان الان 2 هتروح مع الايه؟ مع الان 2. هنا ان 2 هتروح مع ايه؟ مع ان 2. هيفضل عندي بي 2 1 في يو اوف نيو على اي 2 ايه 1. طيب اليو اوف نيو ده مش احنا لسه مطلعينها، تمام؟ مش دي المعادله بتاع بلانك اللي هي المعادله رقم 2 اللي فاتت؟ ارجع كده للسلايدز كده، ارجع للفيديو اللي ورا، هتلاقي هي نفس المعادله رقم ايه 2. قال لك خد المعادله دي وعوض بقى هنا، يعني شيل اليو اوف نيو دهيت وحط مكانها ايه القيمه ديت. وايضا الاي 2 1 لسه مطلعها، لسه انا حاسبها، دي الاينشتاين ريليشن لسه حاسبها، برضك شيل الاي 2 1 وحط مكانها ايه المعادله دي. يبقى في المعادله اللي فوق دهيت كل اللي هعمله اللي انا هشيل البي النيو اليو اوف نيو واحط مكانها القيمه بتاعتها، والاي اوف والاي 2 1 واحط القيمه ايه بتاعتها. اهوت اصبح بالشكل ده البي 2 1 زي ما هي، اليو اوف نيو شلتها حطيت مكانها 8 باي في اتش في نيو في ثيتا كي في القيمه ديت على الاي 2. ادي الاي 2 كل اللي عملته، بدل ما هي مقسومه ايه عكست البسط مكان المقام وضربتهم في بعض، هتلاحظ هنا ان هنا في 8 باي اتش، في هنا 8 باي اتش في نيو تكعيب، وفي هنا 8 باي اتش في نيو تكعيب، هيروحوا مع بعض ولا لا؟ وفي هنا سي تكعيب هتروح مع ايه؟ مع سي تكعيب. يبقى هو زي ما انتم شايفين لما كل حاجه ديت هتروح مع بعض، تمام؟ وهنا احنا افترضنا، خلي بالكم هنا برضك هيقول لي طب فضل هنا في بي، هنا بي 2 1 وهنا بي 2 1 برضك هيروحوا ايه مع بعض. هيفضل فقط ان الاستيميوليتد ايميشن على سبونتينوس ايميشن بيساوي 1 على اتش في نيو في كي تي ناقص ايه 1، تمام؟ يبقى ديت المعادله ايه اللي انا وصلت لها. يبقى ملخص محاضره النهارده، تمام؟ ايه اللي حصل؟ عرفت الليزر ده اختصار لايه، وهو جهاز بيطلع كوهيرنت لايت باستخدام الاستيميوليتد ايميشن. عرفت الثلاث عمليات الرئيسيه الاوبزربيشن والاستيميوليتد ايميشن والسبونتينوس ايميشن والفرق بينهم ايه، وعرفت الاينشتاين ريليشن وطلعتها الاي 2 1 والبي 1 2 والبي 2 1، وازاي عرفت الاستيميوليتد ايميشن على السبونتينوس ايميشن. القوانين يا ريت بقى في نهايه المحاضره عشان تساعدنا في المحاضره الجايه، القوانين اللي احنا خدناها اللي احنا وصلنا لها زي الاستيميوليتد ايميشن على سبونتينوس ايميشن لازم تكون عارفها كويس عشان نحل عليها مسائل. بولتزمان اللي هو ان 1 على ان 2 بيساوي اكسبوننشال اتش في نيو على كي تي برضك تكون عارفها عشان نحل عليها مسائل، وتعمل الديريفيجن بايدك، وكل الخطوات ديت ان شاء الله تكون بسيطه لو انت اتدربت عليها ايه بايدك. كده المحاضره الاولى انتهت، اتمنى تكون الامور بسيطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.